الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإننا لازلنا نعيش أيام شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، فحري بكل مسلم ومسلمة في هذه الأيام الطيبة المباركة أن يحلي هذا الصيام وأن يجمل هذا القيام بعبادة قد يغفل عنها كثير من الناس، عبادة سهلة يسيرة يطيقها الصغير والكبير، تؤدى في كل وقت وفي كل مكان. عن هذه العبادة يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى عجبا في بيان أهمية الإكثار من ذكر الله عز وجل، ففي الجهاد في سبيل الله وحال ملاقاة الأعداء يأمر المولى تبارك وتعالى عباده في هذا الموقف بالثبات وبالإكثار من ذكره، فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعد أداء الصلاة التي هي أعظم العبادات يوصينا ربنا بقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وبعد أداء صلاة الجمعة يوصينا ربنا بقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي مناسك الحج يأتي الأمر بذكر الله تعالى في ثنايا أعمال الحجيج، فيقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبالجملة يوصينا ربنا سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هناك بعضا من الأذكار لها فضائل عظيمة وذكرت فيها مثوبات جليلة. من هذه الأذكار قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا يضرك بأيهن بدأت. كما أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن ذكر الله عز وجل يعطي الذاكر قوة في الطاعة وقوة في العبادة وطمأنينة في القلب وراحة في البال، فنعم هو الزاد الذي كان ينعم به الصالحون ويتغذى به العارفون، كما قال ربنا في كتابه المكنون: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما أحرانا إلى أن نعطر أفواهنا بذكر الله ونرقق قلوبنا بذكر الله، ما أحوجنا إلى تكفير ذنوبنا بذكر الله واستغفاره. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أسأل الله أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.